نرحب بكم في انطلاقات ومنافسات سن الإجذاع في هذا الصباح ضمن هذا السباق المحلي الخامس، حيث تنطلق منافسات الإجذاع وشعارات أبناء القبائل الحاضرة هنا على أرضية ميدان الشحانية. على بركة الله أعلنت انطلاقة شوطنا الخامس، الشوط الرابع، شوط خاص بالقعدان العمانيات. نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات الحاضرة في هذا الشوط. نسير مباشرة إلى صايب فرج بن حمد بن علي آل بريص المري، يقدم لنا صايب على المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني والقادم مغامر علي بن راشد بن فهد الخاطر يتقدم مع ثاني الأسماء، بينما أتابع المركز الثالث. والوصول هناك أيضا من صايب لحمد بن محمد بن ترحيب بن نايفة يتقدم مع ثالث المراكز، ورابعا هناك أتابع رعد بشعار محمد بن ناصر الشنجل مع رابع المراكز وخامس الأسماء. أتابع هناك الشعارات القادمة والحاضرة في هذه اللحظات. من الجانب الآخر اسم قادم يتسلل هناك، يتقدم محتفل لحمد بالصغير بن ناصر الدرعي هناك القادم مع خامس المراكز. هذه الأسماء الخمس الأولى مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، شوط رئيسي للعمانيات القعدان. نتابع شعارات حاضرة هنا متواجدة منطلقة في هذا الشوط، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة. نتابع صايب هناك على مقدمة الشوط بشعار فرج بن حمد بن علي آل بريص المري، يقدم لنا صايب مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني مغامر يصل مع ثاني المراكز لعلي بن راشد بن فهد الخاطر القادم مع هذه اللحظات، المتقدم مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصول من الأسد مطر بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري القادم والمتدخل هنا مع ثالث المراكز، ورابع الأسماء محتفل يصل هنا مع رابع المراكز لحمد بالصغير بن ناصر الدرعي، وخامسا أتابع الوصول والقدوم من شعار عبد العزيز بن خالد العطية يصل هنا مع هذه الانطلاقة مع الاسكي القادم مع خامس المراكز، ولكن أسماء قادمة وحاضرة في هذه اللحظات. أتابع التدخل من صايب أيضا شعار بن نايفة القادم والمغير هنا مع خامس المراكز. الله يشعرات الحاضرة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق، ولكن هناك البداية دائما تحمل لنا التحدي، تحمل لنا السرعة والانطلاق. هناك مع صايب منذ البداية وهو يقود المسيرة هناك على أول المراكز، فرج بن حمد بن علي آل بريص المري من يتقدم ويقدم صايب هنا على البداية، بينما أتابع شعار الخاطر القادم والمتواجد مع مغامر علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر القادم يشكل الخطر في هذه اللحظات. هناك مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول هناك مع ثالث المراكز الأسد مطر بن سعيد العفاري قادم في هذه اللحظات مع الأسد مع ثالث المراكز، ولكن شوف شعار بن نايفة يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا صايب حمد بن محمد بن ترحيب بن نايفة القادم مع رابع المراكز خامس الأسماء. وتابع وصول أيضا من هذه الشعارات، وتابع القادم هناك عتيم بن محمد بن صالح بن جابر الجابر المري، بدأ بالظهور، بدأ بالتقدم من خلال هذه اللحظات. الله يلسمى الله يشوط العمانيات، رئيس العمانيات. نتابع هذا الحضور وهذا الانطلاق في منافسات الإجذاع. هناك البداية والانطلاق والتحدي، ثنائية، انطلاق ثنائي من خلال تواجد صايب ومغامر وصايب في هذا التحدي، ولكن هناك الانطلاق والتحدي. وتابع
يتابع التغيير، بدأ بالتحرك مغامر علي بن راشد بن فهد الخاطر، غير على الصدارة، غير على مقدمة الشوط، صايب من الجانب الآخر فرج بن حمد بن علي آل بريص المري القادم مع ثاني المراكز، ولكن أتابع الأسد، الأسد قادم ويشكل الخطر في هذه اللحظات. مطر بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري بدأ بالظهور، بدأ بالاقتراب، ولكن هناك أتابع أيضا صايب القادم مع رابع المراكز حمد بن محمد بالترحيب بالنايفة، خامس الأسماء هناك عتيم محمد بن صالح بن جابر الجابر القادم مع خامس المراكز. الله الله يا التحديات، بدأنا بالاقتراب والكل قادم مشاهدين الكرام نحو الصدارة. هناك الخاطر وشعاره يغير مع مغامر، مغامر على الصدارة على مقدمة الشوط، الله ينطلق ويندفع في هذه اللحظات، يقدم لنا هذا الأداء الممتاز على الصدارة بشعار علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر هنا مع أول المراكز. ولكن دير بالك هناك وتابع الأسد القادم مع ثاني المراكز مطر بن سعيد بن متعب العفاري، بدأ بالاقتراب يشكل الخطر في هذه اللحظات، ولكن وتابع بالنايفة القادم مع ثالث المراكز. هناك الأسماء قادمة وأول القادمين وصل رعد محمد بن ناصر الشنجل، بدأ بالظهور، بدأ بالتقدم، وأتابع هناك شاهين سيف بن محمد آل رشيد العجمي القادم مشاهدين الكرام. الله الله، شعار فاران هناك مع الحذر قادم في هذه اللحظات، فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري مع خامس المراكز. الله يا الأسماء، الله يا التحديات. الشوط الأول الرئيسي للعمانيات هناك مع مغامر علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر، ولكن الخطر القادم وتابع الأسماء. الله يا القادم، الله يا القادم، وصول من عتيم اخترق الصفوف، غير إلى الصدارة عتيم، غير مع الناموس مع الانطلاق الأول محمد بن صالح بن جابر آل جابر المري هنا مع البداية والصدارة. الأسد هناك من الجانب الآخر، الله الله، اشتد الصراع، اشتدت المنافسة. وتابع شعار فران القادم في هذه اللحظات مع مشهور، ولكن الله، وتابع الحذر، حذاري من الحذر، الحذر بشعار فران، غير على الصدارة، غير على مقدمة الشوط مع اللحظات الأخيرة، ولكن الأسد الله الله، مطر بن سعيد ومتعب بن سعيد العفاري مع الناموس مع الانتصار. الأسد سلام العفاري، سلام يا الأسد على هذا الأداء والانطلاق الممتاز، تهانينا والناموس لمطر بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري على فوز الأسد بالمركز الأول. ثاني المراكز الحذر فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، ثالث المراكز المركز الثالث. أتابع مشاهدين الكرام المركز الرابع كان الوصول من رعد محمد بن ناصر الشنجل، وخامس المراكز وصل الزم عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول الأسد إلى خط النهاية، 9 دقائق 35 ثانية، 10 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمطر بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز الحذر، توقيت الزمني 9 دقائق 35 ثانية 54 جزء من الثانية الثانية لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. ثالث المراكز هنا شعار الشنجل بالفعل وصل مع رعد، 9 دقائق 37 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية الثانية لمالك رعد محمد بن ناصر الشنجل. بينما المركز الرابع مشاهدين الكرام كان الوصول من عتيم محمد بن صالح بن جابر آل جابر المري، وخامسا وصل مشاهدين الكرام